لكن مواجهه سان جورج مواجهه متكرره، سبق واجهنا فرق اثيوبيه كثيره في الفترات الاخيره، وفريق سان جورج من الفرق اللي دايما بتتواجد في الادوار التمهيديه لكن ما بتقدرش تكمل، لانها بتصطدم دايما يا اما فريق من شمال افريقيا يا اما بتصطدم بفريق النادي الاهلي. اذا الاهلي اول مواجهه رسميه ليه قدامكم على الشاشه اهي، المواجهات دور ال 32. اول مواجهه رسميه هتكون ان شاء الله في منتصف 9. النادي الاهلي السنه دي هيلعب 14 مباراه في دوري الابطال اذا تاهل الى نهائي دوري الابطال، 14 مباراه بخلاف 6 لقاءات في السوبر ليج، بخلاف لقاء السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه. يعني بنتكلم في 21 مباراه افريقيه للنادي الاهلي هيلعبها السنه دي. طيب بالمناسبه كمان بعد قرعه دوري الابطال كان في قرعه كاس الكونفدراليه، وطبعا شفتوا القرعه وشفتوا الفرق، وده تاكيدا لكلامي اللي قلته قبل كده، مسابقه كاس الكونفدراليه من اضعف النسخ خلال الموسم اللي جاي، كل الفرق المصنفه بتلعب في دوري الابطال، لدرجه ان حتى وهما بيشوفوا الفرق اللي هيتم اعفائها من الدور التمهيدي الاول شافوا ان هيتم اعفاء ما يقرب من حوالي 12 نادي، بس ال 12 نادي اللي هيتم اعفائهم مش كلهم مصنفين، في منهم 8 او 9 بس اللي مصنفين، فاضطروا كمان يعملوا اعفاء لثلاث انديه ملهاش تصنيف في البطولات الافريقيه، ولكن خدوا بمعيار ان الفرق دي لعبت في المسابقات الافريقيه قبل كده، كان على ابرزهم طبعا سوبر سبورت بطل جنوب افريقيا اللي واجه الاهلي على فكره في 2011 في دوري الابطال. النهارده تاكدت بشكل رسمي ان الزمالك وفيتشر لن يشارك في الدور التمهيدي الاول زي الزمالك زي الاهلي وبيراميدز. طيب الزمالك هيلاعب مين؟ الزمالك هيلعب في دور ال 32 الدور التمهيدي الثاني، هيواجه الفائز بين ارتا سورار الجيبوتي مع هورسيد الصومالي، يعني فريق من جيبوتي او فريق من الصومال، الفائز منهم هيلاعب الزمالك في دور ال 32. طيب خدوا بالكم على فكره بالمناسبه، طبعا المواجهه على الورق سهله لكن برضو كل المفاجآت وارده في البطوله، سبق قبل كده في فريق صومالي انا اعتقد برضو كان عمل نتيجه ايجابيه مع الزمالك واقصاه من الادوار التمهيديه، فمواجهه على الورق سهله ولكن في الملعب كل شيء وارد، فريق من جيبوتي فريق من صومال هيواجهوا الزمالك في دور ال 32. فيوتشر اللي بعد اول سنه مشاركه في مسابقات الاتحاد الافريقي تم اعفائه نتيجه زي ما قلت لحضراتكم ان البطوله ضعيفه ما فيهاش فرق مصنفه، ففيوتشر من اول سنه ومن 5 نقاط تم اعفائه من الدور التمهيدي في سابقه تاريخيه لم تحدث من قبل ان الفريق يكون عنده 5 نقاط ويتم اعفائه، ولكن كل الفرق القويه في دور الابطال، فبالتالي فيوتشر مش هيلعب دور التمهيدي الاول ولكن في الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور ال 32 هيواجه الفائز من سكندا بيج ستارز بطل تنزانيا مع جوكا بطل زنجبار ايضا، يعني ممكن فيوتشر يبقى عنده مواجهه محتمله مع فريق من زنجبار زي الاهلي في دوري الابطال عنده مواجهه محتمله مع فريق من زنجبار.